أقيم تحت رعاية العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي، وبحضور الرائد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة، أقيم الاحتفال بيوم الحرس الملكي، حيث تم تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية بهذه المناسبة. وقد انطلقت الأنشطة الرياضية برياضة الأكواثلون الفردي لمسافة 600 متر سباحة و6 كيلومترات جري، كما انطلقت منافسات الكروسفيت والمسير لمسافة 4 كيلومترات والرماية ومباريات في كرة الطائرة وكرة القدم ومنافسات السباحة وشد الحبل وحمل الخشب لمسافة 1550 مترا واختراق الضاحية لمسافة 8 كيلومترات ومسابقة الجري 400 متر تتابع. في حين اشتملت الأنشطة كذلك على عدد من الفعاليات الميدانية العسكرية، منها فك وتركيب الأسلحة والرماية والخارطة والبوصلة، حيث شهدت منافسات الأنشطة الرياضية مشاركة متميزة من قبل منتسبي الحرس الملكي. وفي نهاية المسابقة قام العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي بتتويج الفائزين في المسابقات الرياضية، حيث حقق المركز الأول فريق قوة الحرس الملكي الخاصة والذي فاز بكأس بطولة يوم الحرس الملكي 2016، حيث استلم الكأس قائد الفريق الرائد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة. كما قام سمو قائد الحرس الملكي بتكريم اللجان المنظمة لهذه الاحتفالية وتكريم المشاركين في فعاليات يوم الحرس الملكي، حيث هنأ سمو الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في مختلف المسابقات الرياضية، متمنيا التوفيق لباقي الفرق والمشاركين في الأنشطة القادمة. وبهذه المناسبة أكد سمو قائد الحرس الملكي أن المشاركة الكبيرة التنافس الشريف على لقب هذه المسابقات الرياضية المختلفة والتي نافس على لقبها منتسب والحرس الملكي، وقدموا مستويات كبيرة في مختلف المسابقات، مشيرا سموه إلى أن المشاركة الكبيرة في الفعاليات الرياضية لهو دليل على حرص الجميع في التفاعل الإيجابي مع كافة البرامج والأنشطة الرياضية التي تقام بهذه المناسبة. كما أشاد سمو قائد الحرس الملكي بالإجراءات التنظيمية التي رافقت فعاليات الأنشطة الرياضية والتي جاءت من أجل إضفاء جو من التنافس الشريف بين مختلف منتسبي الحرس الملكي، مؤكدا أن هذه المسابقات لها آثار إيجابية على جميع منتسبي الحرس الملكي. حضر الاحتفال العميد الركن حمد خليفة النعيمي نائب قائد الحرس الملكي وعدد من ضباط الحرس الملكي.